طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. قبل انطلاقة المباراة يبدو أن كل شيء مثالي هنا من أجل مباراة كرة قدم ممتعة، لأن الأجواء رائعة بشكل عام، الطقس جميل، أجواء رائعة في المدرجات، سماء صافية، كل شيء مثالي. بقي لما يمكن أن يحدث على أرضية الملعب على العشب، ومطالب اللاعبين بإظهار إمكانياتهم لكي نستمتع بكرة قدم. لا شك أن هنا في ملعب لا بومبونيرا يحلم الكثير من عشاق كرة القدم بالتواجد في هذه المدرجات. لا يمكن وصف ما تشاهدون الآن من أجواء جنونية وتشجيع غير عادي في لا بومبونيرا. Are you not entertained?